للحديث عن الصراع السياسي بين التيار الصدري وحزب الدعوة قبيل الانتخابات مجالس المحافظات، معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبقناة والمشاهدين الكرام. دكتور، الصدر يصف ما يقوم به أتباعه بحرق وإغلاق مقار حزب الدعوة بأنها حركة ثورية، كيف تقرأ هذا التصريح؟ حياك الله أخي مرة ثانية، وأكد لك هو تصعيد إلى الاقتتال البيني في داخل الخندق الشيعي، وهو بداية إلى الحراك بدالته العسكرية، وهذا وإن كان يؤثر حقيقة على الشارع العراقي وعلى ضحايا ستكون بين الطرفين، ولكن هو هذا المسار الذي اختطه الحزب الدعوة في تعامله مع الصدر ابتداء من عملية الإقصاء والتهجم وصولا إلى حالات كهذه، فكان رد الصدريين عليهم بهذا الحجم. أظن أنه يظن في ذلك وأد إلى أي مجال للبشر أن يقوموا بشيء ما أوسع مما قاموا به. نعم، لكن يبدو أنها ليست مسألة تعرض للرموز التيار الصدري فقط التي استوجبت مثل هذا الرد، إنما على ما يبدو بأنه الجمر تحت الرماد من المرحلة السابقة وهو يعني يخرج بين الفينة والأخرى. هل تعتقد بأن الأمر سيتوقف عند حد ما؟ لا بالتأكيد، وأكد كلامك أنه هو جمر نار تحت جمر. حركة بشائر كان لها دور فعال في الانتخابات الماضية في انحياز بعض الأسماء أو تدخل في ترتيب معين لصالح الصدر. حركة الشباب كان لها دور في عملية إقصاء أو عملية تشويه أو أي عملية سارت عملية الصراع بين الصدر وبين الإطار عندما في الأيام التي سبقت عملية انسحاب الصدر. وللعلم أن هذه المجموعة حقيقة لو تأتي إلى أهدافها لوجدت أن الهدف الثالث لها هو نشر الرسالة المحمدية، بينما الأول والثاني من أهدافها هو القتال والجهاد وحالة من حالات. إذن هي في ذاتها حركة تذهب بهذا الاتجاه، وأعتقد هي الذراع العسكري للدعوة وللمالكي، وقد أدرك الصدر هذه الحقيقة. نعم، لكن دكتور، ألا تعتقد بأن الخلافات تتصاعد قبيل كل انتخابات، تحصل حالة من التوتر يمتد ربما إلى مواجهة يعني بحد ما، رغم ما تصرح به الأحزاب السياسية بأن البلد تعيش في ديمقراطية أو ديمقراطية العملية السياسية؟ بالتأكيد الديمقراطية في وادي، والذي حصل في العراق بعد 2003 في وادي آخر. لا ديمقراطية تأتي على دبابة الاحتلال، زد على ذلك لا ديمقراطية بأحزاب المذهبية الطائفية. كيف يكون رأي يشترك ديمقراطيا والتقاطعات العقائدية بهذا الحجم؟ ثم أين الديمقراطية عندما ترتقي أو توغل الانقسامات داخل الخندق الواحد؟ أنا أعتقد أن تضاح حقائق القوى السياسية في أنانيتها ومصلحتها وفي اختلاف مع المرجع الخارجي لهذه القوى السياسية، والذي دفع بالخلافات أن تظهر بهذا الحجم. وعلما أن الخلافات ما بين الصدر بشكل عام والقوى السياسية الشيعية هي قديمة وليست جديدة، لا يخفى على المتابع إلى أن الأحزاب جميعا بما فيها مجموعة بدر وبدر كان تنظر إلى صدر الثاني تابع للنظام السابق وكان يتهجمون عليه. إذن هي خلافات عميقة، ولكن اقتضى الأمر في بداية الاحتلال لإرادة الإيرانية القوية ولما يسمى فوز البيت الشيعي أن يتئمون بشكل من الأشكال من صورة تبدو أنهم متوافقين، ولكن عندما ظهرت أنانيتهم وظهرت علاقاتهم الخارجية واختلف القوى الخارجية في عملية إدارة اللعبة أمام أمريكان على ضد النوعي، لذلك نعتقد أن الخلاف هو دفين نعم، جمر تحت الرماد نعم، ولكن أسباب كثيرة الآن أججت هذا الخلاف، ونعتقد أنه سيذهب بالاتجاه الأكبر. وأنا سبق وأن حذرت صراحة أن الاقتتال البيني بين الشيعي والشيعي قادم، لأن أمريكا تستخدم ما يسمى بالضد النوعي لاحتواء الفصائل الموالية لإيران. نعم، يعني هل
هو قادم كما تتفضل وتعتقد دكتور، لكن متى وكيف، وخاصة أن هناك حالة من الانضباط والسيطرة الفعلية على الأمور؟ يعني كما قلنا قبل قليل، التيار الصدري قاطع يعني العملية السياسية بعد الانتخابات، وهو الآن هناك مشكلة قبيل الانتخابات الحالية، وهناك حالة من التوتر تتصاعد بين وقت وآخر، لكن والإطار التنسيقي يمر بفترة عصيبة وبحالة يعني غير محمودة من الانقسام الداخلي وعدم القدرة على إدارة البلد وإدارة الحكومة بشكل جيد. إذا نحن أمام مشهد يعني سوداوي، لكن كيف يمكن أن ينتهي؟ أنا لا أعتقد أنه ينتهي بالاتجاه الإيجابي، إن كان كلمة الإيجابي تطلق بدالة أن يتم توافق ما بين القوى السياسية. الإيجابي في العملية السياسية صفر، لا إيجابية فيها مهما كان، ولكن نقول إيجابي بالاتجاه الذي يهدئ الخلافات الشيعية. أنا أعتقد وأبرأ إلى الله من الشيعة والسنة براءة الذنب من ابن يعقوب، ولكن هذه الحالة المساوية تجبرنا على حديث بهذا الشيء. نقول أن القوى السياسية بين قوسين الشيعية ظهر أنانيتها بدالة أن حتى موضوع المعارضة على الوجود الأمريكي والاقتتال مع الأمريكان وكذا هي عملية انتقائية كيفية. الآن الخزعلي توارى عن الأنظار، وهو بالأمس ذهب بالاتجاه تظاهرات كبيرة أمام السفارة الأمريكية ويدعي أنه زعيم المقاومة للأمريكان. لماذا؟ لأن حصته قد أمنت ذاتيا، وبالتالي أنا أعتقد أن الخلافات البينية، الأطماع الشخصية، الدراك أو القوى الفاعلة في الشل العراقي، أمريكا وإيران استطاعت أن تخزل بشكل بآخر هذا الخندق. لذلك أعتقد أن عملية احتواء الخلافات أمر ليس سهلا، وأي احتواء هو شكلي، ودل على ذلك أن في أوج حالة إيجابية ما بين نعم ظهرت تسريبات للمالكي تسيء إلى الصدر وتسيء إلى الفصائل الأخرى الشيعية الموالية حتى في داخل الخندق الواحد. إذن هذه المجموعة غير أمينة، غير ملتزمة، غير مبدئية، وبالتالي تتوقع كل شيء منها، وأظن أن الأمر تتصاعد. ماذا عن رد فعل الصدر في هذا الاتجاه؟ واعتزل العملية السياسية واكتفى بذلك في المرحلة السابقة. الصدر لا أعتقد يعتزل نهائيا عملية سياسية، ولكن وهو له أدرى بماذا اتخذ القرار، ولكن كمتابعين نرى أنه عجز عن ترتيبة معينة فتوارى وقتيا، ولكنه لم يغب عن الساحة. التغريدات مستمرة، والواقف مستمرة، والتظاهرات مستمرة، والرأي في القرارات السياسية مستمر، واعتقد هذا كله إعادة بناء الذات في حسابات الصدريين لكي يعودون مرة ثانية للانتخابات، واعتقد يعودون الانتخابات البرلمانية كما يعودون إلى انتخابات المحافظات. إذن أعتقد أن هي عملية إعادة بناء الذات، ولكن أيضا الصدر لا يعني أنه قادر على بناء الذات، لأن هناك في داخل أيضا التيار الصدري خلافات كثيرة وأخطاء كثيرة، وهناك فاسدين لم يتم محاسبتهم بالصورة الصحيحة، وهناك خلل عند الصدر وهو في طبيعة تعامله مع ثوار تشرين وكيفية التعامل، ولم يذهب باتجاه توضيح الأخطاء أو الخلل الذي رافق عملية ثورة تشرين من بعض عناصر الصدريين. إذن هو ذاته فيه خلل تنظيمي إداري، يظن أنه في انعزاله يصحح حالة البيت الصدري، ولكن أعتقد لا تصحح بالشكل المضبوط، وأيضا أعتقد سيعود العملية الانتخابية، سيعود العملية السياسية لأسباب ذاتية وأسباب موضوعية. أشكرك جزيلا أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي، كنت معنا عبر سكايب.